هاي جايز، اتمنى تكونوا بخير وانتم ما كتشوفوا فيديو اليوم. فيديو اليوم مشروب للتخلص من الكرش. هالفيديو كتير رائع، سو اتمنى الفيديو ينال اعجابكم. اذا عجبكم لا تنسوا تخلوا لي لايك وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم مشان تعم الفائدة كيف العادة. وغنخليكم مع مكونات الوصفة اللي صراحة سهلين متوفرين في جميع البيوت سواء المغربية او خارج المغرب. ومرحبا بكم باك تو ماي شانيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاقينا في فيديو جديد. هالفيديو عبارة عن وصفة رائعة للتخلص من الكرش، مشروب رائع للتخلص من الكرش. أول شيء إذا كنتي لسه مش مشتركة في قناتي كيف العادة، روحي الآن واشتركي في قناتي، كندوي مع الناس جداد. أما الناس اللي قدام مشاركين في قناتي كنشكرهم، وديروا لايك حيتاش ما تخسروا حتى شي حاجة إلا درتوا لايك. كذلك لا تنسوا تحطوا لايك مشان إن شاء الله تعم الفائدة، وكذلك تنشروا فيديوهاتي مع أصدقائكم باش تعم الفائدة كيف العادة. المشروب ده يساعد بشكل كبير من التخلص من الكرش. أهم حاجة أنه مكوناته متوفرة بكل البيوت، لأنه بصراحة ما بحب أسوي وأجيب أعشاب تعجزون عليها، زعما ما تقدروش تديروها تحبسكم. كان داكشي علاش كنديروا فيديو فيه ثلاث مكونات أربع مكونات اللي كتكون متوفرة في جميع البيوت. أول إشي يا بنات، الفيديو اليوم ان شاء الله راح تستفدوا منه، ماشي اي فيديو. والمكونات كيف ما قلت متوفره في جميع البيوت سواء المغربيه او خارج المغرب. وطريقه الاستخدام راح اعطيها في اخر الفيديو. مشروب تنحيف الكرش الجميل، يساعد بشكل كبير على تنحيف الكرش، لكن ضروري تخففي اكل وتعملي رياضه عشان تلاحظي الفرق. مره رائع يا بنات، شاركوني صوركم في الانستغرام. مكوناته مثل ما انتم شايفين بالفيديو، جد بسيطه بسيطه بسيطه. الطعم الامانه مش لذيذ مثل باقي مشروبات، بس هوايه دائما ازيل الكرش. اول اشي يا بنات طريقه الاستخدام، راح مكونات الوصفه راح نحتاج بابونج. اول شيء غادي نحط ملعقه كمون في الماء ديالنا، ضروري غادي نخليه حتى يغلي. انا غادي نضيف ملعقه كمون، بعدين راح اعصر ليمونه في الماء تبعي، نعصرو نصف ليمونه. بعدين نجيب ملعقة باش نعصروها مزيان، من بعد غادي نديرو البابونج، نجيبو البابونج ونضيفوه الوصفة ديالنا. لهذا الشكل. بعدين راح ضيف شاي اخضر، ممكن تضيفوا اي نوع ديال الشاي عندكم. المهم انا متوفر عندي هذا النوع ديال الشاي، ضفته. ممكن كيف يا بنات نخلطوا المكونات مع بعضها مزيان، وانا شعلت عليه النار، غنحطوه فوق النار حتى يبان لينا كيغلي. بعدين غادي نصفيوه وغنخليوه بعدا حتى يغلي، وغادي نرجع ليكم. نخليوه حتى يبدا يغلي ونرجع ليكم. كيف ما كتشوفوا البنات، هو بدا كيغلي هنا شويه، وغادي نخلي المده اللي غيبدا يغلي فيها. وديك الساعه بالنسبه لطريقه الاستخدام كيف ما قلت في اول فيديو غنعطيها لكم، وضروري اننا غادي نصفيو المشروب ديالنا. ومرحبا بكم. بالنسبة للوصفة ديال إزالة الكرش، لما يبدأ يصير معانا شكلها على هذا الشكل لازم نسكروا النار، وبعدين راح نروحوا مشان نصفي مشروب نقصان الكرش. لا تنسوا إذا عجبكم الفيديو تشاركوه مع أصدقائكم. سو يا بنات، بعد ما تصير هكا كيف ما قلت لكم تبدأ تغلي، غنحيدها من فوق النار. بعدين يا بنات راح نصفي المشروب تبعنا على هذا الشكل. انا ديجا راني حاطه الصفايه هنايا حتى الاخر نوريها لكم. كيف ما كتشوفوا انا صفيت المشروب تبعي. بنات هذا هو المشروب تبعنا،
مستوية. بنات هذا هو مشروب تنحيف الكرش الجميل يا بنات، يساعد بشكل كبير على تنحيف الكرش، لكن ضروري تخففي أكل وتعملي رياضة كيف ما قلت في أول فيديو. فوائد المشروب: أول حاجة محاربة السمنة وتخفيف الوزن، خفض السكر في الدم وخفض الكوليسترول في الدم، والوقاية من مرض الزهايمر، منع تخثر الدم وتحسين حالة اضطراب المعدة، يخفف ألم العضلات بعد الرياضة، تحسين أعراض الزكام وتحسين أعراض الإنفلونزا. بعدين طريقة الاستخدام: تقدري تشربيه مرة يوميا أو يوم بعد يوم، ممكن ديري يوم نهار نهار لا تخلفي نهار. هذا هو مشروب تنحيف الكرش، خليتكم راح نتلاقاو فيديو مقبل إن شاء الله. الى وصلتي حتى لهنايا ومازال ما درتيش لايك ديرها دابا، وخلي سبسكرايب او مشاركه للقناه باش توصل بالجديد ديالنا، ومرحبا بكم في قناتنا.